السلام عليكم، ويا رب تكونوا كلكم في أحسن صحة وحال. عادي جدا وطبيعي جدا إن يجيلك ارتفاع في درجة الحرارة ويقعد معاك يوم أو اتنين، ومش محتاج منك إن أنت تروح للدكتور خالص، كفاية شوية كمادات أو سوائل كتير وراحة، وقد يتطلب الأمر في أسوأ الفروض إنك تاخد لك حباية مسكن أو خافض للحرارة. درجة حرارة جسمنا أو ارتفاع أو درجة حرارة جسمنا بيتحكم فيها حساس أو سنسور دقيق جدا موجود في المخ، اسمه الهايبوثالاموس أو بالعربي تحت المهاد. العضو دوت بيتحكم في درجة الحرارة كرد فعل على أي عدو بيهاجم جسم الإنسان. رد فعل اللي بيعمله الهايبوثالاموس بيكون الهدف منه تنبيهك وتنبيه المحيطين بيك، وفي نفس الوقت ان هو بيرفع درجة الحرارة عشان يديلك إشارة ان فيه عدو بيهاجم جسمك او مرض داخل الجسم بيهاجم جسمك او مناعتك. حاجة في منتهى الدقة بصراحة. من الأسباب المعروفة جدا لارتفاع درجة الحرارة، أولا السبب الفسيولوجي، معروف إن درجة حرارة الجسم بترتفع أو بتكون أقل في الصباح أكتر من المساء، يعني في المساء بيبقى درجة الحرارة أعلى شوية. فيروس من ضمن ملايين الفيروسات اللي ممكن تهاجم جسمك ممكن يكون رد الفعل ارتفاع في درجة الحرارة. بكتيريا من ضمن ملايين البكتيريا الموجودة في الحياة ممكن تهاجم جسمك وتؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. أمراض المناعية زي الروماتويد مثلا ممكن يؤدي إلى ارتفاع أو يحصل معاه ارتفاع في درجة الحرارة نتيجة إن الأمراض المناعية بتاخد المناعة في اتجاه آخر ناحية مفصل أو فبيؤدي إن المناعة بتكون معرضة وضعيفة وبيكون جسم الإنسان معرض للميكروبات. معظم أنواع الأورام أو الكانسر بيحصل معاها ارتفاع في درجة الحرارة. التعرض للشمس لفترات طويلة أو ضربة الشمس ممكن يحصل معاه ارتفاع في درجة الحرارة. بعض الأدوية زي المضادات الحيوية أو أدوية الضغط مثلا، خاصة إذا كانت بتستخدم بدون الاحتياج ليها، ممكن يحصل معاها ارتفاع في درجة الحرارة. بعض أنواع التطعيمات زي تطعيم النيومونيا أو الالتهاب الرئوي أو الدفتيريا أو التيتانوس ممكن يحصل معاه ارتفاع في درجة الحرارة. في سبب مهم جدا لارتفاع الحرارة اسمه ارتفاع درجة الحرارة غير معلومة السبب. حرارة بتجيلك فترة أسبوع اتنين تلاتة أو أكتر، ودي بتتطلب فحوصات كتيرة عشان نوصل لسببها لأن معهاش أعراض. طيب ايه الاعراض اللي ممكن تكون موجودة مع ارتفاع درجة الحرارة وممكن تساعدنا او توجهنا عشان نعرف سبب ارتفاع درجة الحرارة؟ اولا ممكن درجة الحرارة زي ما قلنا بيكون معهاش اي اعراض، مجرد ارتفاع في درجة الحرارة وخلاص، ياخد له يوم او اتنين ويختفي، واذا استمر بدون اي اعراض مصاحبة بيدخل تحت الكاتيجوري او المجموعة بتاعت ارتفاع درجة حرارة غير معلوم السبب، ودوت هيحتاج فحوصات كتير عشان نحاول نوصل للسبب. صداع شديد جدا ما انتش قادر تتحمله هيخلينا نشك، ممكن درجة الحرارة العالية يبقى معاها الكلام ده، بس ممكن يخلينا نشك في التهاب حاد في الجيوب الأنفية او التهابات ليها علاقة بالرأس والمخ زي الالتهاب السحائي مثلا. قيء شديد جدا ممكن يجي مع نزلات معوية معاها ارتفاع في درجة الحرارة أو الالتهاب السحائي، خاصة إذا كان قيء ببروجكتايل بيحدف لبعيد، يعني بترجع الترجيع بيوصل قدام قوي. زغللة في العين ومش قادر تحتمل الضوء هيخلينا برضو نشك في الالتهاب السحائي لا قدر الله. ولكن ممكن الارتفاع الشديد في درجة الحرارة للأسباب العادية يؤدي إلى برضو الأعراض دهية. ممكن يجيلك دوخة ودوار مع ارتفاع درجة الحرارة، ممكن يجيلك عرق غزير أو رعشة شديدة جدا كرد فعل من الجسم لتسخينه أو إن أنت تعرق أو حاجة زي كده، أو رد فعل بيؤدي إلى ارتفاع لدرجة الحرارة، ويمكن بيبقى ملحوظ في الملاريا
في التيفود او في الضرر لا قدر الله او معظم الحاجات الفيروسيه. من الحاجات الاعراض برضو اللي بتيجي التشنجات، ودي بتيجي في اكتر طبعا في الاطفال، ممكن يبقى ارتفاع درجه الحراره معاه طفح جلدي سواء الحصبه او العنجز او الجدير المائي، وممكن يكون طفح جلدي عادي او غير معلوم السبب وبيختفي مع ارتفاع درجه الحراره. ممكن تيجي معاها لا قدر الله غيبوبه كامله او هلوسه او حاجه زي كده، وطبعا دي هتتطلب فحوصات عشان نعرف اسبابها ايه. الام في الجسم شديده، الام في العضلات، عدم اتزان، كونفيوجن وعدم تركيز، دي كلها اعراض ممكن تحصل مع ارتفاع درجه الحراره، وباكد ان ممكن تيجي ارتفاع درجه حراره فقط. عشان نشخص حاله ارتفاع درجه الحراره، الترمومتر اسهل وابسط طريقه في الاول عشان نعرف درجه الحراره كام. اسهل او احسن او ادق الطرق هي تحت اللسان او الشرج خاصه في الاطفال، وعاده بيتساب الترمومتر حوالي 3 دقائق. في طرق برضو مهمة زي عن طريق الأذن أو تحت القبط أو على الجبهة، ودي برضو ممتازة وسهلة بس تكون ممكن أقل دقة شوية، يعني تحت القبط ساعات بنزود نص درجة على الرقم اللي هيطلع لنا عشان نحدد درجة حرارة تكون مظبوطة. وعادة بنبدأ نقول إن في ارتفاع درجة حرارة الإنسان يعني من 36 ل 37، 37 ونص، أعلى من كده بنبدأ نقول إن في ارتفاع في درجة الحرارة. بعد كده في مجموعة من أساليب التشخيص بتوجهنا لمعرفة السبب، زي مثلا إشاعة صدر لو في كحة شديدة أو آلام في الصدر أو ضيق في النفس وشاكين في التهاب رئوي لا قدر الله. إشاعة مقطعية على المخ أو رسم للمخ إذا كنا شاكين في حاجة في المخ لا قدر الله بتؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة، فلازم نعمل الفحوصات دي. بنعمل تحليل أو مزرعة على سائل المخ نفسه عشان نستبعد الالتهاب السحري. بنعمل مزرعة كاملة على الدم عشان نستبعد أمراض كتير من ضمنها الالتهاب السحري أو الحرارة غير معلومة السبب. بنعمل مسح كامل للجسم ودلالات الاورام وسرعه الترسيب وصوره الدم عشان نستثني اي اورام خاصه في الحراره الممتده اللي بقى لها فتره وغير معلومه السبب. بنعمل فحص للملاريا، للتيفويد، للدرن عشان نستبعدهم برضو من اسباب ارتفاع درجه الحراره. بنعمل التحليل للبول اذا كان في حرقان شديد في البول، تحليل للبراز اذا كان في اسهال شديد مش عاوز يروح ومعاه ارتفاع في درجه الحراره. مجموعه كبيره جدا من الفحوصات قد نلجأ لها في حاله استمرار الحراره، وباكد دايما اذا جالك حراره يوم او اتنين في الرينج المعقول ما تعملش اكتر من كمادات وسوائل واشياء زي كده. دي معظم الأسباب اللي هي بنعملها أو الفحوصات اللي بنعملها عشان نشخص ارتفاع درجة الحرارة، وأهمه ارتفاع درجة الحرارة غير معلوم السبب. نصايح مهمة جدا لازم أقولها لكم يا جماعة، عشان أنا بسمع جدا أو كتير جدا حرارة يا دكتور، حاسة بسخونة يا دكتور، حاسس بحرارة يا دكتور، حرارة في جسمي. أولها عادي جدا ان يجي لك ارتفاع في درجة الحرارة، وبكرر يوم او اتنين في الرينج المعقول، معهوش اي اعراض تانية غير ارتفاع درجة الحرارة، اعمل كمادات، اشرب سوائل كتير، ارتاح في اسوأ الفروض، خد حبة مسكنة او قرص مسكن ينزل درجة الحرارة، وفي معظم الاحوال يوم او اتنين بتروح وما انتش محتاج تروح للدكتور. ساعات يجيلك او يجيلك حراره في الجسم وتروحي للدكتور حاسه بحراره، انما الحقيقه لو قسنا الحراره مش هنلاقي فيه ارتفاع في درجه الحراره، ودي عاده بتيجي مع التوتر الشديد في الجسم او خلل هرموني خاصه في السيدات ما حول
انقطاع الدورة تقول لك حاسة بصهد في جسمي أو حرارة في جسمي. عادي جدا إن مع ارتفاع درجة الحرارة يحصل معاك بول كتير، فما تشكش إن عندك سكر أو حاجة، ودي حاجة أنا بسمعها كتير، دكتور معايا تبول كتير. إلا إذا معاك تبول كتير بحرقان أو صعوبة في التبول، فهنا هنشك في التهابات في البول. ما تروحش للدكتور إلا إذا كان معاك أعراض زي قيء فظيع جدا بينطر لقدام، زغللة فظيعة في العين، جفاف شديد جدا في جسمك، دوخة شديدة، أو لا قدر الله غيبوبة أو وعيك مش مظبوط. غير كده أو معاك طبعا ارتفاع في درجة الحرارة أكتر من 3 أسابيع ما بيروحش. نصايح مهمة تانية زي اغسل ايدك دايما بعد اي شغل بتعمله او اكل او مصافحة احد. اغسل ايدك دايما لو رحت سفر او نزلت مشاوير او عملت اي حاجة تانية. عقم ايدك دايما واستخدم المعقمات مع النزول والسفر والاشياء اللي زي كده. البس الكمامة في الاماكن المزدحمة وعند السفر وعند ركوب الطيارات. ما تستخدمش ادوات حد، معالق او شوك او سكاكين او كوبايات، الا بعد غسلها وتعقيمها جيدا. حاول ما تكحش او تتف في الارض او في الشارع، وحاول ما تعطس او تكح في وش حد. خد التطعيم عند السفر للاماكن المعروفه ان فيها امراض موبوءه. إذا كان في حمل التطعيم ضد ميكروب أو مرض أو وباء، ما تكسلش ولا تتشكك وخد التطعيم، وده رأيي الشخصي. حتى لو البلد اللي أنت فيها عاملة التطعيم مش إجباري، أنا رأيي الشخصي خد التطعيم عشان تبقى عامل اللي عليك على الأقل. دي أهم النصايح اللي بقولها لكم بخصوص ارتفاع درجة الحرارة. اهتم جدا بالنظافة الشخصية، اهتم بصحتك، اتغذى كويس جدا، ما تديش للحرارة البسيطة اللي بتجيلك أو ممكن تحصل لأي حد فينا من حين لآخر أكتر من أهميتها. بتمنى لكم الصحة والسعادة، وأشوفكم دايما على خير، وما تنسوش لايك وسبسكرايب وتفعيل جرس، وإلى اللقاء. سلام عليكم.